السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. تعالوا نكمل مع بعض كتاب فاتتني صلاة، ربنا يجعله بفايدة. من صفحة رقم 30 كده، موضوع بعنوان أنت أفكارك. خليني أقولك، شئت أم أبيت، أكيد في سؤال عدى أو هيعدي عليك في حياتك، وهو مين اللي بيمشي حياتك؟ علميا بيقولوا أنت عبارة عن مجموعة أفكار. اللي بتعمله في حياتك كل يوم ما هو إلا تنفيذ للأفكار اللي بتسيطر على عقلك. عموما بقى، لو حابب تصلح أي حاجة في حياتك لازم الأول تحسن أفكارك. المبدأ ده في علم النفس بيقول أيا كان اعتقادك بأنك هتنجح في حاجة معينة أو مش هتنجح فيها، فأنت صح في الحالتين. المعنى هنا أنك مش هتقدر تحقق أي نجاح ولا حتى تفشل في حاجة إلا إذا كان ده جوه دماغك وبتفكر فيه الأول. لما الملاكم الأسطوري محمد علي كلاي الله يرحمه اتسأل عن سر نجاحه، قال إنه كان دايما بيردد العبارة دي جوه عقله: أنا الأعظم. بعد إسلامه طبعا غيرها، بقت الله الأعظم. بقى فعلا أعظم ملاكم عرفه التاريخ، والعبارة دي كانت بتساعده كتير جدا في التمارين التقيلة عليه كل يوم. كان برضو بيستخدمها في اللحظات الصعبة اللي في حياته، ولولا إن الجملة دي كانت مسيطرة على تفكيره عمره ما كان وصل للنجاح العظيم اللي وصل له ده. الموقف ده يعلمنا اوعى تستهون بالافكار اللي متخزنه جوه عقلك. اي عمل عظيم ما هو الا افكار في العقل الباطن بيتم ترجمتها للعالم المادي. حتى الجرائم دي كلها والحروب اللي شفناها كان بدايتها ايه؟ كان بدايتها مجرد فكره. كفايه بس انه اقوى سلاح عند ابليس هو ايه؟ سلاح الوسوسه. والوسوسة ايه غير التأثير السلبي على الأفكار؟ عشان كده لازم تحمي عقلك من الأفكار المسمومة دي وتبدلها بقى بأفكار تانية إيجابية وبتاخدك لقدام وتبني حياتك. خليك عارف ان عقلك ده زي التربة الخصبة، جاهزة لأي بذرة تحطها فيها. أي حاجة هتزرعها فيه أو في عقلك أو في التربة دي، لو كانت حاجة لا تذكر كده هتكبر وهتحصدها في يوم من الأيام. الأرض الخصبة دي عمرها ما هتسألك وتقولك لو كانت الأفكار دي إيجابية ولا سلبية. مع مرور الوقت هتكبر الأفكار دي أيا كانت، وهتشكل كلامك وأفعالك ومكانك وشغلك وكل جانب من جوانب حياتك. افتكر مرة انت حسيت فيها بالإحباط بسبب كلام سمعته من أي شخص، وفي نفس الوقت افتكر كلمة حلوة كده فرحتك قالها لك حد انت تعرفه. هتلاحظ ساعتها قد ايه ممكن كلمة تغير شعورك 180 درجة. وده ليه دليل قوي جدا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: والكلمة الطيبة صدقة. صدق عليه الصلاة والسلام، فعلا الكلمة الحلوة ليها أثر كبير جدا إيجابي على اللي بيستقبلها. نفس الصورة على الكلام اللي بتكلم نفسك بيه جوه دماغك، هيأثر عليك بنفس الدرجة لو اتقالك. الفرق بس انه في كلام الاشخاص بيقولوا ليك وكلام انت بتقوله لنفسك جوه دماغك عبارة عن افكار. لما تكلم نفسك بقى كتير على الصلاة، سواء انت تسيبها او تحافظ عليها، ممكن يكون في شوية ذكريات ساعتها مش لطيفة مع الصلاة اللي رسمت صورتها في ذهنك على انها عمل تقيل وعبء عليك. الصورة دي بقى اكيد انت عارف انها مش الحقيقة، دي مش الحقيقة على الصلاة، ومش بتعكس الهدف الحقيقي للصلاة اللي اتفرضت عشانه من الأساس. إذن إيه؟ إذن خليك عارف زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، كل ما زادت معرفتك بربنا كل ما عقلك اتملى بأفكار إيجابية عن ربنا، وبالتالي بقت الصلاة حاجة إيجابية جدا في حياتك. تعالوا نتكلم شوية عن مبدأ الألم والسعادة. علماء النفس بيقولوا كل اللي بنعمله خلال اليوم بتاعنا بيكون نتيجة لحاجتين ملهمش تالت. ايه هما الحاجتين بقى؟ اما حاجة بتعملها عشان ما تحسش بالألم لو ما عملتهاش، او حاجة بتسعدك فتعملها عشان تحصل على السعادة دي. الألم والسعادة هما اللي بيسيطروا على اي بني ادم ربنا خلقه. يعني مثلا في ناس بتقوم بالعافية للشغل رغم انها مش بتحبه نهائي، لكن ايه؟ لكن بيتجنبوا الألم اللي هيحصل لو ما رحوش، اللي هو ايه؟ اللي هو فصل من الشغل بقى ومفيش فلوس وهكذا.
لكن الناس اللي مثلا بيصحوا بدري حتى ايام الاجازات، بالرغم ان الموضوع ده مش سهل قوي، لكن في المقابل شافوا ان الصحيان بدري بيسبب ليهم سعادة كبيرة. العجيب بقى اكتر انه اللي بيجيب لينا السعادة او الالم هو مجرد افكار فقط جوه دماغنا. ممكن تفهم اكتر المبدأ ده لو تخيلت معايا اي مرة كنت عايز تعمل حاجة فيها، بالرغم من تقل الحاجة دي وان عقلك قعد يصور لك انها صعبة كده لكن اول ما تقوم تعملها هتحس بايه؟ اكيد حسيت انه ما كانتش صعبة زي ما انت متخيل. Waiting for pain is more worse than the real thing. يعني ايه؟ يعني انتظار الالم اصعب من الالم نفسه. الالم ده بقى عمره ما كان زي الحقيقة، يا اما بيكون اخف بكتير او مفيش الم من الاساس، وفي سعاده وراحه وهنا، هنا كده كمان زي الصلاه. الموضوع ده بقى هو الوسوسه، بيفضل الشيطان يتقل ويصعب الحاجه الكويسه في عقلك، بالذات لو كانت ليها دعوه بالدين. يا سلام ما اقولكش، لحد ما تستسلم في الاخر وتصدقه وتبطلها او ما تعملهاش. تعال ناخد قصه مشهوره كده وانا شخصيا بحبها جدا لانها بتديني طاقه ايجابيه قويه جدا. قصة ال4 دقايق. ايه قصة ال4 دقايق دي يا عم عمار؟ الاف السنين الناس كانوا متمسكين باعتقاد انه مستحيل اي حد يقطع مسافة ميل في اقل من 4 دقايق، لحد ما جه شخص اسمه روجر بانستر عملها وكسر القناعة دي سنة 1954. عم روجر بقى قال انه السبب مش التدريب المتعب اللي كان بيتدربه هو اللي ساعده، ده تصور نفسه هو بيحطم الرقم ده وإيمانه الكامل بأنه يقدر يعملها هو الموضوع اللي خلى الهدف ده يتحقق له من غير أي نقاش. طبعا اللي عمله روجر ده بعدها بسنة بس كان 37 شخص رياضي حطموا الرقم ده برضه. بديهي آلاف السنين محدش عملها وفي سنة واحدة بس 37 واحد يعملوها ورا بعض. ده عشان ايه؟ ده عشان خدوا الانجاز اللي حققه روجر وعملوه نقطة مرجعية ليهم. النقطة المرجعية دي كانت عبارة عن صوت كده اسمه تقدر تحققها عشان غيرك عملها. لو ركزت هتلاقي روجر ولا غيره ما كانوش اشخاص خارقين او امهم دعيالهم قوي زي ما انت فاكر، هما بس عرفوا سر قوة الافكار اللي في العقل واشتغلوا عليها. نيجي لسورة الصلاة. غير أفكارك ناحية الصلاة، حاول تفتكر أي ذكرى جميلة مع الصلاة وخليها تعكس صورة الصلاة في ذهنك. افتكر ولو يوم كده أنت كنت بتصلي فيه بنفس وبخشوع وأنت مطمئن في المسجد الهادي الصافي الجميل ده. افتكر كل المشاعر اللي مالت قلبك وأنت بتصلي التراويح في رمضان. افتكر ولو صلاة حد كنت معجب بيها ونفسك تصلي في يوم من الأيام زيه. جاهد عقلك انه يتصور الصور الإيجابية على الصلاة. كل ما يصور لك الشيطان انها عمل تقيل لازم تسيبه، جاهد نفسك اكتر واطرد الافكار السلبية الشيطانية دي من عقلك. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي كفيلة انها تحرقه كده وهو بيوسوس لك، واوعى تستهين بالجملة دي. كل ما تجاهد نفسك اكتر في انك تخلي الصلاة حاجة إيجابية وبتسبب الراحة والسكينة ليك، كل ما ده هتلاقيه بينعكس عليك مع الوقت أكتر وأكتر. ساعتها بقى وسوسة الشيطان أكيد مش هتموت، بس هتكون زي الأشياء بالنسبة له. اتعلم من حبيبي وحبيبك عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال أرحنا بها يا بلال. الهدف للنبي عليه الصلاة والسلام من الجملة دي كان عايز يربط في عقلنا الباطن بين الراحة والصلاة. طبعا صدق عليه الصلاة والسلام، راحة وطمأنينة وسكون للروح مفيش زي سعادتها أي سعادة على وش الدنيا. أتمنى أكون فدتكم، وكده نكون وصلنا لصفحة رقم 40 وده نهاية الفيديو. الفيديو الجاي بإذن الله هنعرف عبارات تساعدنا أكتر على أننا نوصل للسعادة دي بإذن الله، وهنعرف أثار تانية مع بعض. سلام.